السلام عليكم. على مدى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الممتد منذ 244 عاماً، لم يسبق لرئيس أمريكي الرفض مغادرة البيت الأبيض بعد خسارته الانتخابات. فالانتقال القانوني السلمي للسلطة يعد إحدى السمات المميزة، ولهذا السبب أدى إعلان الرئيس دونالد ترامب عدم قبوله الهزيمة أمام جو بايدن إلى خلق موقف جديد ومثير للقلق بالنسبة للبلاد، حيث تشير الأحداث إلى لجوء ترامب إلى فرصته الأخيرة من أجل إفساد فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة، وذلك من خلال الركون إلى قانون عمره 100 عام من أجل المماطلة وكسر تعادل الأصوات، وهو قانون العد الانتخابي الذي لم يستخدم قبل ذلك بشكل كامل. فهل سينجح ترامب بهذه الخطوة؟ وهل ستكون خسارة حتمية لبايدن؟ وهل ستتحول الرئاسة إلى نانسي بيلوسي؟ وما هو قانون الخلافة الرئاسية؟ وهل سيكون المنصب الرئاسي فارغاً بحلول 20 يناير المقبل؟ وفي حال فوز بايدن بالرئاسة، كيف سيتعامل مع الملفات الشائكة من بينها العراق حكومة وميليشيات، وإيران وملفها النووي وتدخلاتها في المنطقة؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيوفنا في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان لعبة الكراسي، من سينعم بشمس البيت الأبيض؟ وقبل البدء أدعوكم لمتابعة هذا التقرير. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلق آمالاً كبيرة على ولاية ثانية من خلال فرصة تلوح في الأفق بعقد جلسة للكونغرس من أجل التصديق على نتائج الانتخابات المقرر في 6 من كانون الثاني المقبل، وتلك هي الفرصة الوحيدة التي يسعى ترامب لاستغلالها من أجل البقاء في السلطة. موقع ذا هيل رجح أن يلجأ ترامب وحلفاؤه إلى جلسة البرلمان والتي سيرأسها نائبه مايك بينس بصفته رئيس مجلس الشيوخ، وسينظر في أي اعتراضات على نتائج التصويت، لكنه يحتاج إلى دعم من عضوين من مجلسي النواب والشيوخ للنظر فيها من أجل ذلك. يسعى بينس ورفاقه الجمهوريون إلى قانون عمره أكثر من 100 عام من أجل المماطلة وكسر تعادل الأصوات، وهو قانون العد الانتخابي والذي لم يستخدم قبل ذلك بشكل كامل. ويحاول بينس بصفته نائباً لترامب استغلال تلك القواعد لمساعدة الحزب الجمهوري في تأخير أي قرار حتى 18 من كانون الثاني المقبل على الأقل. وجدير بالذكر أن خط الخلافة الرئاسية في الولايات المتحدة مصمم لضمان عدم وجود فراغ رئاسي، إذ يحدد من سيصبح رئيساً للبلاد بناءً على حالة عجز أو وفاة أو استقالة أو إقالة الرئيس الحالي أو المنتخب من منصبه. وهكذا يرفض ترامب الإقرار بهزيمته وينتظر فرصته بالظفر في البقاء ولاية أخرى، فيما ينتظر جو بايدن الرئيس المنتخب وكامالا هاريس نائبته أداء اليمين الدستورية ليصبح رسمياً رئيس ونائبة رئيس الولايات المتحدة في 20 من كانون الثاني المقبل في تمام 12:00 ظهراً، ويصبح دونالد ترامب رئيساً سابقاً للولايات المتحدة الأمريكية. إذن مشاهدينا الكرام، نحن معكم في برنامج حديث العرب، عنوان الحلقة لعبة الكراسي، من سينعم بشمس البيت الأبيض؟ سيكون معنا في الاستوديو الدكتور صبر سميرة رئيس مؤسسة مينا لتنمية المجتمعات الجديدة. دكتور مرحبا بكم. أهلا وسهلا. وأيضا عبر سكاي من واشنطن الأستاذ كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات. أستاذ كامل مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم. أبدأ من دكتور صبري. دكتور، فرصة أخيرة أمام ترامب وذلك من أجل إفساد فوز بايدن، حيث من المقرر كما تعرفون أن يعقد الكونغرس جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات في 6 يناير المقبل. كيف يمكن لترامب أن يفسد فوز بايدن؟ هو ترامب قد أفسد الكثير. نعم. وطوال الفترة من بعد إعلان النتائج وترامب يستمر في إصراره على أن يفسد أكثر وأكثر. طيب. طبعا دعنا نفهم الرؤية لترامب في هذا الإطار باختصار. نعم. شديد، هو يريد أن يترك مكانا في التاريخ
لشخصه طيب. ولإرثه ولمعضلته التي خلقها، هذه واحدة. ثانيا يريد أن يستنفذ كافة الطرق المتاحة له لمقاومة أن يستسلم لبايدن طيب. هذه بالنسبة له يسجل فيها أيضا نقطة تاريخية أخرى بأنها ستدرس التاريخ وستدرس وسيراجع الدستور وتراجع الإجراءات، تفاصيل كثيرة جدا جدا طيب. كذلك هو يفكر بالمستقبل، هو الآن لديه حوالي 75 مليون صوت وهذا أعلى مما حصله أوباما طيب. لما فاز في الانتخابات نعم. المقصود يريد أن يستخدم هذه كذخيرة سياسية للأربع سنوات القادمة، سواء رشح نفسه بعد 4 سنوات بعد أو أتى بخليفة له من على شاكلته. يعني نعم. هو يأمل في أن يرشح نفسه بعد 4 سنوات من بايدن، وهو طرح هذا أكثر من مرة نعم. هل سيسعف الوقت والزمن والحظ والفرصة إلى آخره، لكن حتى لو لم يكن هو طيب. الذين يناصرونه وهم على شاكلته أو تياره من الرجل الأبيض العادي غير المتعلم كبير السن إلى آخره المتدين أو المحافظ، هؤلاء 75 مليون وبالتالي هذه ثروة سياسية ليست فقط لترامب، للحزب الجمهوري طيب. لليمين المتطرف، وكيف يمكن أن نقال بالعامي تكييشها، تسييلها نعم. تحويلها إلى قوة سياسية مناكفة لبايدن خلال 4 سنوات ولكي يحققوا انتصارات قادمة بعد سنتين مثلا في الانتخابات النصفية نعم نصفية. ثم بعد ذلك يعيدوا مثلا بتصورهم السيطرة على الكونغرس طيب. إذن المسألة ليست فقط هو عناد ترامب أو شخصيته النرجسية أو مناكفته، لكن لها أبعاد كثيرة جدا نعم. قد نراها لاحقا تتطور دستوريا انتخابيا وسياسيا طيب. أستاذ كامل أجدد الترحيب بكم. تقرير لموقع ذهال، دعني أقرأ لك هنا، يقول التقرير: يرجح أن يلجأ ترامب إلى جلسة البرلمان التي سيرأسها مايك بينس بصفته رئيس مجلس الشيوخ، وسينظر في اعتراضات على نتائج التصويت. في هذه الحالة يحتاج بينس دعما من عضوين في مجلس النواب والشيوخ للنظر فيها. هل يمكن التعويل على هذه الخطوة في الوقت الراهن أستاذ كامل؟ نعم ممكن، من الناحية الإجرائية الافتراضية ممكن أن يعول عليها ويبدأ نائب الرئيس بهذه الإجراءات عندما يتولى رئاسة مجلس الشيوخ، ولكن التعويل ضعيف من ناحية النتيجة، لأنه المجلس يحتاج إلى 2/3 الأعضاء المجلس، وهذا صعب لأنه الديمقراطيين يرفضون، بالإضافة إلى أنه حتى الجمهوريين 6 من عندهم صادقوا أو وافقوا أو هنوا الرئيس المنتخب بايدن ولن يوافقوا على هكذا إجراءات. دكتور صبري، باعتقادكم يعني هل من الممكن أن يلجأ بينس ورفاقه الجمهوريون إلى قانون عمره أكثر من 100 عام من أجل المماطلة وبالتالي كسر تعادل الأصوات، وهو قانون العدل الانتخابي الذي لم يستخدم قبل ذلك بشكل كامل؟ ما مدى نجاح هذا الأمر؟ تعتقد أنه سيؤدي إلى خسارة حتمية لبايدن؟ بالنسبة لترامب هو لن يتوارى ولن يتورع عن استخدام أي طريقة متاحة، حتى لو كان هذا القانون الذي لم ينفذ إطلاقا في التاريخ الأمريكي إلا جزئيا طيب. ومراحل منه أجزاء، لكن ترامب قد يحاول كما يقال أن يدفع الانفلوب المغلف إلى أقصى درجاته ليرى ما هو المتاح طيب. واحد لشخصه كما ذكرنا وللتاريخ ولتحدي النظام الدستوري الأمريكي، تفاصيل كثيرة جدا نعم. هل يمكن من ناحية أن ترامب يقوم بها؟ نعم ممكن. هل سيحصل على شيء مما يريده؟ بتوقعات الشخصية، وأتفق مع ضيفكم الكريم نعم. أنه لن يحصل على الكثير، لكن قد لا يكون هدف ترامب أصلا هو الحصول على الرئاسة مرة أخرى، وإنما هدفه كل ما تكلمت عنه من إحداث كل الجلبة وضغط على النظام ليتم تعديله أو الاستفادة منه أو تحقيق أهداف أخرى. أما هذا القانون فقد وجد لملجأ في حال أنه لم يستطع الشعب الأمريكي ولا طريقة الكولج نعم. اللي هي الكلية الانتخابية نعم. المجمع الانتخابي أن تحسم النتيجة، فيتم اللجوء إلى الكونغرس، ويجب أن يجتمع هذا الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ نعم. وأن يصوت. إذا فشل الكونغرس نعم. يعاد مرة أخرى إلى من هي المجموعة الانتخابية. هنا تأتي الإشكالية التي لم تنفذ حتى طيب. الآن نعم. يعني هل يقرر الكونغرس أم يقرر مندوبين يختاروا جانبيا غير أعضاء مجلس الكونغرس، يعني تقوم الولايات الآن. وما يسعى إليه ترامب أن يلجأ إلى 7 ولايات طيب. فيها مجالس نواب جمهورية مسيطرة ذات نعم. أغلبية، وأن يطلب منها إرسال ديليجيتس يعني ممثلين انتخابيين غير اللي في الكونغرس،
حتى يحدث ذلك هنالك أمامه عقبات كثيرة جدا، لكن هو يهدد الآن بهذه النقطة. إذا ما أرسل يعني مندوبين مختلفين عن الكونغرس سيطلب أن تحصى أصواتهم، إذا صوتوا سيصوتون إلى ترامب. صحيح. هل يمكن أن يحدث ذلك؟ أعتقد أن هذه المسافة بعيدة جدا. من يؤيد ترامب في مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين لا يتجاوز 120، وبالتالي رئيس الأغلبية أو الأقلية الكبيرة في مجلس النواب الجمهوري هنأ بايدن، وبالتالي لا يتوقع كثيرا، ورئيس أيضا الأغلبية في السنة اللي هو مجلس الشيوخ الأمريكي لا يتوقع أن يذهب إلى أي مدى، لكن هو يصر على قاعدة الانتخابية وتقويتها والاستفادة منها مستقبلا. طيب. أستاذ كامل، ينص الدستور الأمريكي على أنه في حال عدم وجود فائز بالهيئة الانتخابية يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس، في حين يختار مجلس النواب الرئيس اللي هي نانسي بيلوسي بدعوى عدم وجود نتيجة انتخابية، لكن هل بالإمكان تطبيق نص هذا الدستور في الوقت الراهن؟ لا، صعب. أعتقد هناك فقرة فاتت على الضيف السيد سامر، وهي أنه المجلسين منفصلين يناقشون الاعتراضات، وإذا توافقوا ممكن أن يلغوا ويعودوا إلى الممثلين الانتخابيين، ولكن إذا اختلفوا سيعود الأمر إلى حكام الولايات المشكوك بنتائجها الانتخابية، هم الذين يقررون. وبهذه الحالة بالنسبة للواقع أنه هذه الولايات اللي هم الستة، ثلاثة منهم بقيادة ديمقراطية وثلاثة الآخرين جمهوريين، هم صادقوا على الانتخابات ووافقوا عليها ومستعدين للوقوف ومساندة هذه النتائج، ولن يتخلوا عن مواقفهم لأنهم قدموا القانون وحكم القانون واحترام العمل المؤسسي على مصالحهم كأعضاء بالحزب الجمهوري، وهذا واضح. فلن يتحقق هذا يعني حتى بالافتراض. وأحد الإعلاميين يعني سمى هذه الحركة اللي مؤمل يعني مارسها ترامب والنائب مثل نيزك ينزل على رابح بطاقة يعني أصيب، يعني لن تحدث. ومع يعني شبه مستحيلة أستاذ كامل. نعم، شبه مستحيلة. وحتى قيادات الجمهوريين منهم قائد الأغلبية الجمهوري وليمزي جرام وآخرين يعني غير موافقين، وأعلنوا أنه هذا الإجراء سيسبب ضرر فاحش للجمهوريين. وحتى الرئيس الأمريكي يعني هو قاصد أن يضر القيادات والنجوم الحزب الجمهوري، لأن مثل ما تفضل الضيف أنه يريدهم أتباع إلى حتى يحصل على موافقتهم عندما يرشح للانتخابات القادمة في 2024، مستنداً على القوة الشعبية التي لم يخذلها إلى آخر ساعة في عمره الرئاسي. دكتور صبري، يعني هناك من يتحدث أنه لن تستطيع الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب اختيار بايدن كرئيس، لأنه عند اختيار الرئيس يصوت مجلس النواب من خلال وفد الولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بالتالي هذا المنصب ربما سيكون فارغا بحلول 20 يناير المقبل. هل نفهم من هذا دخول قانون ما يعرف بالخلافة الرئاسية حيز التنفيذ؟ يعني هي بالإضافة لما ذكره الضيف الكريم وأسئلتكم بالتفصيلية والدقيقة، لكن فيها إشكالية أن فيها تفاصيل كثيرة جدا. طيب. الآن لا يوجد فراغ رئاسي، هنالك رئيس ونائب رئيس اللي هو ترامب وبنس. في 20 جانيوري واحد يجب أن يأتي الرئيس الجديد. الآن كل الهيئات الدستورية صدقت بأن بايدن هو الرئيس ونائبه كاميلا هاريس، باستثناء الآن يبقى عندنا التصديق النهائي في الكونغرس. كل المراحل تمت، الطعونات والاعتراضات، وأفتت فيها المحاكم ورفض القضاء كل الاعتراضات، ثم اجتمع المجمع الانتخابي ووافق كل هذه التفاصيل. إذن أمامنا خطوة واحدة. إذن الذي ننظر إليه الآن هو هل في هذا الاجتماع لمجلس النواب ومجلس الشيوخ هل سيرفضوا التصديق على بايدن؟ غالب الإحصاء والأرقام والتوقعات أنهم سوف يصدقون.
طيب. الذين سوف يحتجون لهم مجال للمناورة في مجلس النواب. ممكن أن يقوم بعض النواب الجمهوريين كما ذكرت عددهم لا يتجاوز 100-120 بالدفاع عن ترامب حتى النهاية، لكن عندما يطرح الأمر للتصويت سوف يصوت الأغلبية، هذا المتوقع، لصالح بايدن. لو فرضنا ذهبنا إلى الحزب المجلس الشيوخ، الأغلبية يعني هي لا زال في مقعدين لم يحسم أمرهما في مجلس الشيوخ الأمريكي، عليهم انتخابات، لكن من 98 البقية هنالك أغلبية بصوت أو صوتين للجمهوريين. طيب. إذا اجتمعوا يحق لمجموعة من الديمقراطيين أن يفعلوا ما يسمى فيلوباستر، يعني أن يبقوا يتكلموا إلى الأبد بدون توقف، بمعنى أن يشلوا ويعطلوا قدرة مجلس الشيوخ على حسم القرار. طيب. إذن عندنا الآن مجلسين ويجب أن تخرج النهاية. في النهاية إذا لم يحدث هذا التصديق من المجلسين وأصبح المكان شاغرا، مكان يعول عليه ترامب أن يعلن أحكام عرفية وبسبب كورونا وتدخل في الانتخابات أو الجدل البيزنطي حول موضوع الانتخابات، وأن يمدد لنفسه ويبحث عن طرق قانونية، وبعضها كان يشاور قادة الجيش وقادة الاستخبارات والحرس الوطني وإلى آخره، يبدو أن هنالك رفضا كبيرا لمثل هذا الكلام. طيب. لو فرضنا أنه حدث فراغ، عندها يأتي إلى التراتبية أنه من سيأتي بعد ذلك، رئيسة الكونغرس بيلوسي. إذن حتى بحسابات ترامب إذا كانت ستأتي بيلوسي. الديمقراطية يعني لكن فإذا من ناحية التطبيقية الواقعية يبدو أفق ترامب مسدود، لكن هل يستطيع المناورة إلى الرمق الأخير؟ يبدو أنه هذا ما يحاول أن يفعله حتى الرمق الأخير، وصولا إلى إفساد الحفل بعدم حضوره والاستنكاف وإعلان أن هذه تزوير ويستمر. أستاذ كامل، موضوع خط الخلافة الرئاسية في الولايات المتحدة كما تعرفون فإنه مصمم لضمان عدم وجود فراغ رئاسي الذي يحدد من سيصبح رئيسا للبلاد بناء على عدة أمور، مثلا حالة عجز أو وفاة أو استقالة أو إقالة الرئيس الحالي أو المنتخب من منصبه. في هذه الحالة كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟ يعني القانون الخلافة هذا يختلف عن القانون العدل للانتخاب. هذا شرع من بداية تأسيس أمريكا وعدل بال2005 بعد أحداث سبتمبر، بعد ما تعرض الرئيس بوش والنائب إلى مخاطر الهجوم فعدلوا. الأمريكان هنا وخاصة المشرعين لا يتركون الأمر للصدفة، فعملوا تراتيبية تبدأ من الرئيس والنائب ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية وإلى آخر وزير اللي هو الوزارة الجديدة الأخيرة هي وزارة الأمن الوطني. هؤلاء يتولون الرئاسة بالتراتيب إذا شغر منصب الرئيس. طيب. هذا هو الترتيب في قانون الخلافة. طيب. دكتور صبري، يعني نستثمر وجودكما معنا أنت وضيفنا الكريم الأستاذ كامل حساني. طيب، لإيقاف قرار اختيار مايك بينس سيتعين على أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين حرمان المجلس من النصاب القانوني. بمعنى أن أي من مجلس الشيوخ والنواب لم يكن يختار الفائز. ما دقة هذا الطرح؟ هذا ما عرجت عليه في تعليقي الأخير، وأنه بإمكان دائما حزب الأقلية في مجلس الشيوخ حتى لو لم يمتلك الأصوات لتصويت وإخراج ما يريده من قرار، يستطيع شيخ واحد، هذا مختلف عن قواعد مجلس النواب. في مجلس النواب هنالك طريقة معينة لإدارة الجلسات. طيب. ويتكلم ضمن دقائق معينة أو وقت معين يحدد له السبيكر، يعني بيلوسي تحدد كم الوقت ضمن قوانين ولوائح داخلية في إدارة جلسات مجلس النواب. جميل. مجلس الشيوخ مختلف، يحق للشيخ لو كان واحد من المية أن يتكلم إلى الأبد، ويتكلم في أيام في البندورة وفي الخيار وفي أي حاجة، يعني مش مطلوب أنه يتكلم في الموضوع حتى يقرر أنه قد انتهى حقه في الكلام. فلذلك الإسكاته لابد من إرضاءه هو ومجموعته اللي هي الأقلية، هذا ما يسمى يعني تعطيل إصدار أي قرار من مجلس الشيوخ. طيب. لكن لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى هذه النقطة. كما ذكرت، رئيس مجلس الشيوخ اللي هو جمهوري قد هنأ بايدن، فلماذا هم سيذهبوا باتجاه تغيير نتائج الانتخابات وما إلى ذلك؟ طيب. فهي يعني طرح افتراضي، لكن على الواقع أعتقد أنه لن يحدث. طيب. أستاذ كامل، بموجب التعديل 12 للدستور كما تفضلتم، يعني يجب حضور 2/3 أعضاء مجلس الشيوخ في حال غادر 34 ديمقراطيا الغرفة، هل يمكنهم في هذه الحالة إيقاف اختيار الرئيس مثلا؟ نعم،
اختيار الرئيس، وحتى بالنسبة للتصويت على الاعتراضات والنتائج، الاعتراض على النتائج الانتخابية لن يمر ما دام النصاب لم يتحقق في مجلس الشيوخ. ومثل ما بينت بأنه الديمقراطيين غير مستعدين أن يشاطروا الجمهوريين في هذه الاعتراضات، بالإضافة إلى ذلك أن كثير من الجمهوريين وستة من عندهم معروفين أعلنوا مصادقتهم على الانتخابات وتهنئتهم للرئيس المنتخب بايدن. طيب دكتور صبري، إذا فعلوا ذلك تعتقد أن استبدال بايدن سيتم بنانسي بيلوسي؟ لا أتوقع إطلاقا أن يحدث ذلك. أعتقد أن النواب والشيوخ جمهوريين وديمقراطيين بأغلبيتهم مع تفاوت في التصويت الحزبي سوف يصوتون لتصديق على هذه الانتخابات. دعنا نضع الأمر في صورته الأكبر. التاريخ الأمريكي، الثقافة الديمقراطية، التربية الديمقراطية، الممارسة الديمقراطية في أمريكا، ماذا سوف يسجل التاريخ للحزبين، للشخصيات، للقيادات إلى آخره. يعني نبسط الأمور كثيرا إذا افترضنا واختزلنا أن أمريكا هي شخصية ترامب وأن الحزب الجمهوري هو ترامب وأن كل القيادات السياسية هي ترامب. هنالك الكثير من التفاصيل والمؤسسات والجهات واللاعبين. يعني دعنا لا نفترض أن هؤلاء القادة والمؤسسات والنخب بلا ضمير وبلا منطق وبلا عقل وبلا إحساس وبلا شعور بالتاريخ ولا بالحاضر ولا بالمستقبل وغيره. وبالتالي أن يتواطأ كل الحزب الجمهوري وكل النخب السياسية الجمهورية وإلى آخره مع هذه الأطروحة التي يأتي بها ترامب لتدمير إرثهم وحاضرهم ومستقبل. لذلك الموضوع ليس فقط الجدل القانوني والمؤسسي والحقوق وإلى آخره كمن يتحدث في شروط الزواج والطلاق. هنالك عشرة، هنالك سكينة، هنالك مودة، هنالك المجتمع، هنالك ماذا سوف يسجل التاريخ، هنالك وضعهم وقيادتهم للعالم، تفاصيل كثيرة جدا. لذلك لا أعتقد، وهذا عرج عليه الدكتور بطريقة أو بأخرى، أن الأمريكيين لا يتركون الأمور للصدفة. هم الآن يدرسون عن كثب شديد، وما يفعله ترامب من وجهتي كمتخصص في هذا الموضوع أعتقد سوف يفيد الأمريكيين جدا، أنه كبر لهم الصورة يعني المبهمة والجدلية الكبيرة بحيث أن يقوموا بإجراء تعديلات دستورية، قانونية، تنظيمية، هيكلية إلى آخره، تضمن ألا يحدث مثل هذا التشويش الشديد جدا في المستقبل. لذلك دعنا نتفهم بأن أمريكا على الرغم من كل العيوب في نظامها الديمقراطي إلا أنها تعتبر بالنسبة لي من أفضل الديمقراطيات تطورا وتطبيقا وتحسنا مع كل المظالم التي ترتكبها، لكن في داخلها ومؤسساتها هنالك مثل هذا الشغب الذي يمنع ترامب من بعدما رفع 50 قضية ويقول له لن تستطيع. لذلك هو التربص الآن كما تقول بيلوسي، سننتظر 20 واحد ثم تأتي ونسحبه سحبا ونلقيه خارج البيت الأبيض. هذا يعطيك مدى الثقة عند صناع القرار والمسؤولين وحتى المواطن الأمريكي العادي بأنه الموضوع ليس موضوع شخصي. نحن نحترمك ما دمت رئيسا. انتهت دورتك، خلاص أصبحت مواطن عادي، انتهينا. طبعا طيب ضيوف الكرام، مشاهدينا الكرام، في النصف الثاني، في الشق الثاني من هذا النقاش سنتحول في حالة فوز بايدن، ما الذي عليه من واجبات وحقوق تجاه العراق ومنطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يحدث في إيران. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد.
إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب لعبة الكراسي، من سينعم بشمس البيت الأبيض؟ أجدد الترحيب بضيوفي الدكتور صبر السميرة، وأيضا من واشنطن الأستاذ كامل الحساني عبر سكايب. أستاذ كامل، في حالة فوز بايدن بالرئاسة، ما المنتظر بشأن علاقة الولايات المتحدة بالعراق، خاصة كما تعرفون أن بايدن هو صاحب مشروع التقسيم عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي باراك أوباما؟ يعني بايدن هذه التركة تركته في العراق، يعني هذه الأوضاع الموجودة في العراق هي تركته هو، اللي كان ماسك الملف العراقي والملف الخارجي، لأنه الرئيس أوباما لم يكن على دراية كافية وخبرة في مواضيع العلاقات الخارجية، مثل ما يعني أعلن صراحة في كتابه الأخير. فملف العراقي هو عارف زواياه ومشاكله وتحدياته، وأعتقد أنه سيكون تأثيره بالملف العراقي واضح من خلال تعامله مع الجانب الإيراني. يعني البوابة اللي يدخل فيها للعراق لازم يدخل عبر إيران، تحت مجال التفاهم مع إيران. أستاذ كامل، نعم، هو هذا الموضوع، أنه سيطور الاتفاق النووي ليشمل موضوع الصواريخ ويشمله بموضوع التدخلات الإيرانية في المنطقة ومن الملف العراقي، وربما سنشهد نوع من الاستقرار إذا بالفعل نجح بايدن في إقناع الإيرانيين بأنهم يحاولوا أن يمنحوا العراقيين نوع من الاستقرار. أما مشاريع بالعراق لترتيب الوضع وإعادته بطريقة دراماتيكية فلن يحدث، هو خطاب الآن داخلي متعلق بالتحديات الداخلية، والمشاريع المتعلقة بالعراق ومنها مشروع أقلمة العراق وغيرها هذه لم تعد ممكنة، لأنهم لم تعد لديهم أدوات لا عسكرية ولا مدنية لتنفيذ مشاريع عملاقة مؤثرة في الداخل العراقي. دكتور صبري، نبقى في نفس هذه النقطة تحديدا. بايدن كان من دعاة تقسيم العراق إلى مناطق سنية وشيعية وكردية، تعتقد هذه الأفكار ما زالت عالقة في أذهان بايدن في هذا عندما يكون رئيس الولايات المتحدة؟ يعني سواء بايدن أو غيره من الاستراتيجيين، وبعضهم عسكريين وألفوا كتبا قبل 20 و30 سنة، قالوا يجب، هذا قبل 20 و30 سنة، نعم، يجب أن نصل إلى مرحلة ونصلح ما أفسدناه منذ سايكس بيكو، وقد ظلمنا بين قوسين الأقليات الطائفية والعرقية، وكانوا يعنون تحديدا الشيعة والأكراد. بالضبط. ماذا يتضمن ذلك؟ كانوا يقترحون من 20 أو 30 سنة سابقة فك المنطقة أو تفكيك المنطقة ودولها وإعادة بنائها من جديد. طيب. لمراعاة الأقليات المذهبية والطائفية والدينية والعرقية وما إلى ذلك. هذا قد يستلزم بعض الدول أن تفكك من السعودية، من ليبيا، من غيره. نعم. طبعا هذا طرح نظري، أو بعض الناس يعتبره مؤامراتي أو إلى آخره، البعض يعتبره واقعي واستراتيجي. جاء بايدن على مثل هذه الخلفية، ما دام أن الناس لا تستطيع أن تتعايش مع بعض وهنالك حروب دموية أهلية، نعم، فلنعطي كل حصته وليذهب وليقم بدولته. نعم. لكن الإثبات أن ذلك لم ينجح حتى اليوم، وجاء أوباما ولم يطبق مثل هذا الكلام، لأن هنالك أيضا صناع قرار استراتيجيون في أمريكا يرون بأنه هنالك الكثير من السلبيات التي ممكن أن تحدث. يعني باختصار شديد، هذا التقسيم مرفوض لدى الدول الرئيسية في المنطقة، نحن نتكلم عن إيران، السعودية، تركيا وآخرين. نعم. فرض مثل هكذا تقسيم، مثلا نشوء دولة كردية وأخرى شيعية، سوف يخلق مزيدا من الصراع، سواء بين العراقيين على هذه الخطوط أو مع المنطقة المحيطة، مع تركيا ومع الذين يرفضون وجود دولة مستقلة مثلا للأكراد وغيره. نعم. وبالتالي لا أعتقد بأنه بايدن سوف يقدم على أن يصر على مثل هذه الأمور. بايدن سوف يتبع السياسة السابقة، قد يطورها، وأختصر لأن الوقت قصير. نعم. هم تشاركوا النفوذ مع إيران عندما أطاحوا بصدام حسين. بالضبط. وتعايشوا، تفاهموا إلى آخره. نعم. والآن يأتي بايدن أيضا على خلفية سابقة أنه يريد إحياء الاتفاق النووي. إذن نعم. ما دامت أن أمريكا تعترف بدور لإيران في العراق،
لا أعتقد أن بايدن سوف يأتي ليصر ويحارب مرة أخرى إيران في العراق بأن يقول نقسمها ونخرج إيران تماما. أنا أعتقد أن للأسف كحالة العرب جميعا العراق هي ساحة أخرى لعقد الصفقات والتسويات الدولية سواء كانت أمريكا أم إيران أم روسيا أم غيرها على حساب شعوب العربية ونتابع. أستاذ كامل، دعنا نتحدث عن الحركات الاحتجاجية والثورة التي حدثت وما زالت طبعا مستمرة في العراق، ولكن يعني قل يعني بشكل تدريجي قل هذا الزخم الجماهيري، لكن هناك مؤشرات تتحدث عن أن إدارة بايدن ستفعل ملفات حقوق الإنسان في العراق من خلال تقديم دعم وصفه بالهش للحركة الاحتجاجية ومطالبها التي انطلقت في الأول من أكتوبر عام 2019. هل هذا وارد فعلا؟ هل يستطيع ترامب يعني أن يفعل ملفات حقوق الإنسان في العراق وبالتالي يقدم دعم ولو بسيط للحركات الاحتجاجية ومطالبها في العراق؟ يعني لا أظن هذا ممكن. مرة ثانية لا توجد إمكانيات للجهد الأمريكي لأن يعاون هذه الحركة الاحتجاجية الضخمة جدا وتحتاج إلى كثير من الوكالات ولكن يتغير الخطاب الخارجية لدعم حقوق الإنسان وحكم القانون ومسائل الحقوق الدستورية للمتظاهرين، أما الدعم المادي فأعتقد الموضوع صعب. الموضوع الآخر المهم أنه بايدن هو امتداد ل أوباما أو هو كان أستاذا لأوباما في موضوع الملف العراقي. أوباما أعلن في إحدى جلسات الأمم المتحدة بأنه موضوع بقاء الأنظمة مهم وتماسكها على حالها ولو كانت فاسدة أفضل من انهيارها، وقال بالحرف الواحد إن ما يشعرنا بالخطر هو انهيار الأنظمة، يعني سيكون أخطر من وجود الإرهاب، ولهذا ستمشي الأمور وسيقبلون بالأنظمة على حالها وسيتكلمون بإنشائيات وخطابات، ولكنها لن تدعم ماديا ولا أمنيا ولا قانونيا المحتجين إلا إذا كل المحافظات العراقية يعني احتجت، ومنها المحافظات الغربية اللي يعتبروها هنا في واشنطن مهمة وحساسة، إذا شاركوا إخوانهم في الوسط والجنوب بانتفاضة ضد السلطات المحلية والاتحادية بالفعل سيبدلون عشرات الأنظمة في بغداد. هذا هو القرار هنا في واشنطن، لكن ما دامت المحافظات الغربية صامتة فالأمور ستبقى هكذا إلا إذا تطور الاحتجاج. أعود إليك بعد وقت قصير، أذهب إلى الدكتور صبري. دكتور، بايدن زار العراق يعني أكثر من 27 مرة، هناك من يرى أن ترامب ساعد على تقليص نفوذ إيران بينما يرى الآخرون عكس ذلك، ويقولون أو يقال بأن ترامب أكثر خبرة من ترامب في التعامل مع حوادث وما يقلق المنطقة، لكن هنا برأيكم كيف سيتعامل بايدن مع نفوذ إيران في العراق؟ يعني دعنا نرجع خطوة إلى الوراء. السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والسياسة الأمريكية الخارجية عامة في العالم منذ عقد أو عقدين تنسحب أمريكا من منطقة الشرق الأوسط لحسابات كثيرة. نفذ ذلك أوباما ثم جاء ترامب، وأعتقد بايدن سوف يتابع هذه المسيرة. لم يعد الشرق الأوسط ذو الأولوية رقم واحد. عندهم التنافس مع الصين تكنولوجيا اقتصاديا أمنيا سياسيا عسكريا إلى آخره. جميل. وبالتالي نحن قد نعيش العرب في حالة من الوهم بأن أمريكا قلقة جدا وسوف تتدخل في كثير من الأمور، وسوف الأمور ليست هكذا تحسب بالنسبة للأمريكيين. هم يحسبون ما هي مصالح أمريكا في الشرق الأوسط، حتى موضوع النفط والغاز الطبيعي وغيره تنخفض وتتراجع. وبالتالي أمريكا قالت وجاء ترامب وأعلن بكل صراحة وبكل قوة سوف أنسحب، والذي يريدني يجب أن يدفع ليس المبلغ الذي ندفعه بل ضعفه زيادة حتى نأخذ الإكرامية
وبالتالي لا خدمات مجانية. الآن سوف يذهب ترامب، سوف يأتي بايدن. نلاحظ بعض الملاحظات. رئيس الوزراء العراقي يأتي إلى تركيا. أيضا هنالك تحسن بالعلاقات العراقية السعودية. هنالك نوع من القبول أو المباركة الخلفية أو الخلفية من إيران لمثل هذه التحركات. الجميع الآن ينتظر بايدن. سوف يضغط وفق رؤيتهم عليهم في ملفات معينة، حقوق الإنسان وتنازلات أخرى وإلى آخره. سوف يضغط على السعودية بايدن، يضغط على تركيا، يضغط على إيران، يضغط على العراق. لذلك وجدوا أنهم لابد أن ينسجموا مع بعض، ونجد انفتاحات حتى الآن في تواصل سعودي تركي الذي أتكلم عنه. لو جاء بايدن وأراد أن يفرض شيئا، لو أن عنده شيء وليس عنده شيء، لا يريد أن ينشئ دول ديمقراطية ولا يريد أن ينقذ حقوق الإنسان ولا يريد أن يفعل شيئا. إسرائيل لها مكانة عليا والمنطقة في حروب مشتعلة، وهم يستفيدون من هذه الحروب في التدمير ويستفيدون منها في التعمير. إذا باختصار شديد، لا أعتقد أن الملف العراقي سوف يشغل بال بايدن كثيرا، ولم يقلق به، ولم يقلق لا في الملف السوري ولا غيره، إلا بحدود ما تؤثر على المصالح الأمريكية وإيراداتهم من بيع السلاح أو التعمير القادم الذي يبحثون عنه. أستاذ كامل، باعتقادكم كيف سيكون تعامل أو موقف بايدن مع الميليشيات في العراق، خاصة يعني أنها تستهدف البعثات الدبلوماسية وسفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء، وكان آخرها قبل بضعة أيام، كيف سيتم التعامل مع الميليشيات؟ هذا الملف سيتعامل من خلال أيضا من خلال البوابة الإيرانية لتضبط الميليشيات. ويعني للحقيقة أنه السيد بايدن أيام كان نائب الرئيس هو اللي قدم الضوء الأخضر إلى رئيس الوزراء السابق العبادي للموافقة على مشروع قانون الحشد الشعبي، وهذه واحدة من الكوارث، وهذه من تركته الكارثية. ولا نعتقد أنه بايدن قادر على الضغط على الإيرانيين ولا العراقيين لإلغاء هذا القانون. إلغاء هذا القانون هو المفصل لموضوع ضبط المؤسسة الأمنية والعسكرية بالعراق. أما بقاء هذا القانون فستبقى الميليشيات وتبقى العصابات تحت مظلة هذا القانون، ولا أظن بايدن قادر على أن يلغي هذه التركة الثقيلة في العراق. دكتور صبري، ترامب يعني أعطى الأوامر بضربة عسكرية قتل فيها سليماني والمهندس مطلع العام الحالي قرب مطار بغداد الدولي، تعتقد أن بايدن يستطيع فعل أكثر من ذلك؟ بايدن وقياسا على الديمقراطيين وأوباما فعلوا أكثر من ذلك، أكثر من ترامب. نحن نتفاعل مع الصوت العالي لترامب وما يفعله، لكن في زمن أوباما حصلت كوارث هي الأضخم في تاريخ المنطقة العربية والشرق الأوسط. كل ما بعد الربيع العربي حدث في زمن باراك أوباما. نعم. في سوريا، في اليمن، في ليبيا، الحروب الأهلية، في كل مكان. ترامب على الأقل كان صريحا وواضحا وقال ما عنده، هو يمثل السياسة الواقعية التي يمكن أن نتهمها بالقساوة والصلافة وما إلى آخره. لكن نعود إلى نفس النقطة من أول وجديد، هل يمكن لبايدن أن يفعل؟ نعم يمكن أن يفعل، وهو قال نستخدم القوة الذكية، القوة الناعمة، القوة الجراحية السيرجيكال، تدخلات محدودة. لكن هم يعتمدون سياسة أخرى، وهي أن المنطقة مشتعلة وهنالك حروب مباشرة وغير مباشرة بالوكالة. وبالتالي ماذا، كيف نحل مشكلتنا في الشرق الأوسط، في العراق وفي المنطقة العربية كاملة؟ هي بأيدي الشعوب، هي بأيدي الحكومات، هي بأيدي الأنظمة، هي بأيدي التيارات الشعبية، بأيدي الشارع. ما لم يكن هنالك حكومات بين قوسين ديمقراطية عادلة تتخذ القرار لمصلحة الشعب وليس لحسابات أمريكا ولا روسيا ولا الصين وإلى إيران ولا إلى غيرها، إذا نحن في متاهة كبيرة جدا. لذلك أرجو ألا نقع في هذا الوهم بأن مجيء بايدن سوف يغير الكثير. لن يغير الكثير. إن لم تتغير المنطقة بأيدي شبابها وشعوبها ونخبها وتيارات الشعبية، وأيضا حكومتها التي نسأل الله أنه يهديها وتلجأ إلى شعوبها وإلى داخلها وتنصفهم وتخدمهم، بدل من ترك الساحة تغلي باستمرار بحالات من الاحتجاجات الشعبية غير المستقرة التي لا تنفع أحد. نعم. أستاذ كامل، بايدن صوت على غزو واحتلال العراق 2003، لكنه غير رأيه بعد ذلك ووجد يعني قرار باراك أوباما سحب القوات الأمريكية من العراق تكفيرا لهذا الخطأ. كيف يمكن فهم هذه الخطوة وهذا الرأي المختلف؟
يعني نفهم من انه الرئيس المنتخب بايدن هو داعي لترويج القيم الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية واحترام حقوق الحكم القانون، ولكن الحكومة المستقبلية الأمريكية لا أظن أنها يعني قادرة على أن تصلح الوضع العراقي بالكامل، وإنما سيكون تأثيره في المواضيع اللي عبر وكالات الأممية واليو اس ايد وكالة التنمية الأمريكية في مشاريع محددة، ولن تكون مؤثرة في تغيير الواقع العراقي بالفوضى الجارية بالعراق. هذا لتقديري. طيب دكتور صبري، هناك يعني دراسات توضح أن بايدن يعني ربما سيحاول الاعتماد على تقليل الاعتماد على القوات الأمريكية، وبالتالي هو يعطي ربما يكون دورا أكبر لحلف شمال الأطلسي في العراق. هل هذا يعني ما مدى مصداقية هذا الطرح؟ يعني حلف شمال الأطلسي أو أوروبا اللي هي بقية نعم. حلف شمال الأطلسي لم تفعل الكثير في العراق، وإنما هي كانت تابعة ويعني مشاركة ببساطة إلى جانب أمريكا، وبالتالي لا أتوقع الكثير. أوروبا منشغلة بنفسها، والجميع وهنا أوسع الصورة أكثر منشغلون بكورونا، أمريكا منشغلة بتراجعات اقتصادية داخلية وكذلك أوروبا، أمريكا في صراع مع شرس مع الصين ونوعا ما مع روسيا في أمور كثيرة آخرها نعم. الاختراقات في منطقتنا، أمريكا تتصارع مع إيران ومع تركيا ومع غيرها وغيرها والحروب المشتعلة، وأكثر من ذلك هنالك تغيرات عالمية كبرى تكنولوجية علمية رقمية اتصالاتية سوف تغير شكل العالم. طيب. وبالتالي مرة أخرى أنا آسف أن أشدد على هذه النقطة نعم. أنه ماذا سوف تفعل أمريكا وأوروبا في منطقتنا؟ لم يفعلوا الكثير يعني فخار يكسر بعضه. هم ماذا فعلوا لنا منذ 2010 و2011 نعم. حروب نعم. مشتعلة، وقبل ذلك في العراق وفي لبنان صحيح. وفي غيره وفي غيره. لذلك ونحن نحلل واقعيا السياسة الأمريكية أقول لا يتوقع الكثير. أمريكا قد تعبر أكثر عن حبها لحقوق الإنسان والديمقراطية وغيره، لكن لن تفعل شيئا ولن تقدم شيئا. أمريكا لن ترسل الجيوش للإطاحة بأي جهة طاغية ولا متحكمة سواء داخل بلدها أو خارج بلدها نعم. أمريكا مع التحالف الاستراتيجي لإسرائيل في الهيمنة على المنطقة، لذلك وجدنا قصة التطبيع والهرولة الشديدة جدا شبه المجانية أو المجانية. إذن أمامنا واقع يعني سوداوي للأسف. الأمل في شعوبنا وشبابنا. دكتور صبري، على ذكر الأمل في شعوبنا، يعني ألا تلاحظ أن الشعوب العربية متفائلة أكثر من اللازم بقدوم بايدن؟ هذا أنا جزء منه من الإعلام، وهنا أحذر وسائل الإعلام نعم. وأنتم منه نعم نعم. بأنه لا نكبر مسألة أن ذهب ترامب وجاء بايدن أن هناك حلولا سحرية. الحل وأنا أكتبه هنا، الحل بأيدي العراقيين والعرب وشباب المنطقة والنخب. أين النخب التي تنظر لمستقبل قادم يحقق النهضة والعدالة؟ والبعض يقول أنت تحلم يا دكتور صبري، وتحدثنا عن المبادئ والأفكار نعم. والناس تموت في الشوارع نعم. يا سيدي نعم. كل مشروع تغييري بحاجة لشخص يحمل الحلم هذا، هكذا الرسل وهكذا المصلحين نعم. وهكذا الثوريين والمغيرين نعم. والأخرين نعم. إذا فقدنا هذه الثقة بأن الرأي والحق الذي يعني نؤمن به لا يستأهل أن يطرحوا، عندها نصبح في سوداويته. ما دام هناك من يطرح، لا هنالك شباب وهنالك شعب وأكثر من 400 مليون عربي وطاقة وغيره، لا الأمل موجود، لكن يجب أن نصل إلى نعم. القرار الصحيح. قصة طويلة. نعم أستاذ كامل، يعني طرحتم في معرض كلامكم عن إيران وربما يعني الاتفاق النووي. بايدن كما تعرفون تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، لكن بشرط أن تلتزم إيران ببنود الاتفاق. هل نفهم من ذلك ربما يعني وجود مرونة من قبل بايدن تجاه الملف النووي الإيراني؟ أعتقد المرونة ستكون من الإيرانيين نفسهم، يعني سيجدون بالحكومة الجديدة فرصة لهم أنه يقدموا شوية تنازلات ويرضوا الأمريكان ولو لحين، يعني هذا هو المتوقع، وفرصة بالنسبة للحكومة الأمريكية لأن تفرض عليهم
في قضايا ملفات الصواريخ وملفات التدخلات مع دول منطقة في سوريا وفي العراق واليمن، ولكن ستبقى الأمور في هذا المستوى وأربع سنوات، والإيرانيين لا أظن أنه سيتخلوا عن أدواتهم جميعها بهذه الأربع سنوات، لأنهم أذكى من أن يتخلوا عنها مرة واحدة، وسينتظروا إلى حكومة أخرى بعد أربع سنوات ويستمرون في نظامهم، وهذا هو المتوقع. دكتور صبري، نبقى في هذه النقطة تحديدا، يعني لنفترض في حال التوافق الأمريكي الإيراني على عودة مشروطة للاتفاق النووي، هل سيكون ذلك مقابل تقليص نفوذ إيران في العراق والمنطقة، مساومة يعني بين الطرفين؟ الذي يجعل نفوذ إيران في العراق ليس أمريكا. أمريكا مضطرة إذا بدي أحلل بواقعية سياسية لقبول النفوذ الإيراني في العراق، لأن هنالك أجزاء من الشعب العراقي مصر على أن يوالي إيران أو يتحالف مع إيران لحسابات كثيرة جدا، سواء كانت طائفية أو مصلحية أو غيرها أو غيرها. وبالتالي الذي يستطيع أن يحدد حجم إيران في العراق مرة أخرى هم العراقيون، إذا ما وثقوا ببعضهم وتفاهموا على طريقة لإقامة مجتمع ودولة ونظام ديمقراطي إلى آخره عادل إلى الجميع. أنا أعتقد أن النفوذ الإيراني سوف يتقلص، لكن قد يكون هو باستمرار هي الصفقة. أنا ذكرت من أول يوم عندما دخلت أمريكا كان هناك نوع من الصفقة والقبول بالنفوذ الإيراني في العراق. إذن لا أتوقع أن هذا شيئا سوف يتغير. يجب أن نقبل الواقع كما هو ونحاول تغييره. إيران موجودة بسبب التركيبة العراقية الداخلية، وليس لأنه إيران لديها حل سحري وقوة خارقة تستوطن وتستعمر العراق. أستاذ كامل، يعني بدقيقة أو أقل من ذلك، تعهد بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ألا تعتقد أنه يغضب بنيامين نتنياهو وأيضا يغضب بعض دول الخليج، خاصة أنها طبعت مع إسرائيل مقابل مجابهة نفوذ إيران في منطقتهم؟ ألا يغضبهم هذا الاتفاق إذا ما حدث؟ نعم بالتأكيد يغضبهم إعلاميا وسياسيا، ولكن بالواقع يعني الديمقراطيين طول عمرهم هم قريبين من إسرائيل ومصالح إسرائيل، ولن يتخلوا ولا قيد إنملة على مصالح إسرائيل سواء داخل أمريكا أو خارج أمريكا، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وسيضمنون هم فكرة الديمقراطيين أنه قسم من عندهم يعرفون مصلحة إسرائيل أكثر من إسرائيل نفسها، ولهذا يعتقدون بأن مصلحة إسرائيل هي في الاتفاق مع إيران وكف الشر الإيراني عن إسرائيل وعن الشرق الأوسط، هذا هو تقدير الأمريكان. أما انزعاجات نتنياهو والإدارة الإسرائيلية هذه مستمرة لأنها تريد المزيد والمزيد والمزيد. شكرا، منحتنا جزءا من وقتكم عبر سكايب من واشنطن الأستاذ كامل الحساني رئيس مركز الوطني للبحوث والدراسات. دكتور صبري، في الشأن العراقي أكثر، هل ستسمح إدارة بايدن لإيران بالتدخل في الانتخابات التي دعا إليها مصطفى الكاظمي في 6 حزيران المقبل كما فعلت في المرات السابقة؟ تعتقد ذلك؟ أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي المعلن والرسمي والواقعي أنها تريد أن ترى انتخابات حقيقية في أي بلد تتم فيها انتخابات. لكن هل أمريكا مستعدة أن يعني تقوم بضجة هائلة جدا إذا ما تدخلت قوى أخرى في هذه الانتخابات؟ هذا يعتمد على المصلحة الأمريكية. يعني إذا كان التدخل الإيراني في الانتخابات العراقية مباشرة أو غير مباشرة يأتي لاقتسام الغنيمة في الساحة العراقية، فأعتقد أن أمريكا لن تتكلم عن التدخل الإيراني. لكن إذا تغولت إيران في يعني تشجيع تيارات كبيرة جدا حليفة لها وتستحوذ على المواقع القيادية وأغلبية البرلمان وغيره، عندها سوف ترفع الراية الحمراء أمريكا. لذلك مرة أخرى هذا يعود على التوازن الواقعي الخفي الذي لا نرى في الأجندة الأمريكية والإيرانية في الساحة العراقية. التقاسم موجود، لكن إذا أحدهم تغلب يرفع صوته الآخر. لذلك لا أعتقد أن أمريكا سوف تشن حربا كبيرة على إيران لمجرد متابعتها السياسة الاعتيادية في الانتخابات، لكن إذا بالغت إيران في ذلك نعم سوف تدخل، وهذا يعود إلى
السياسة الإيرانية، هل تريد إيران نعم. أن تأتي فقط بمن هم يتبعونها وتحسم أمرها ضد الآخرين من سنة وكرد ومعارضة؟ لا أعتقد ذلك، يبدو أن الساحة العراقية فيها سيولة عالية جدا. أنا أشكرك دكتور صبري سميرة، رئيس مؤسسة مينا لتنمية المجتمعات الجديدة، نشكر حضورك دكتور. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.